يعد قرار المحكمة العليا بالإجماع بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى أدوية الإجهاض قراراً تاريخياً. يؤكد هذا القرار على دور السلطة القضائية في حماية الحقوق الإنجابية. تمحورت القضية حول دواء شائع الاستخدام للإجهاض وهو الميفيبريستون. كان الميفيبريستون عنصراً حاسماً في توفير عمليات إجهاض دوائية آمنة وفعالة. كان قرار المحكمة محورياً لأنه جاء وسط قيود متزايدة على الإجهاض في العديد من الولايات، وأكد الحكم على أهمية الأدلة العلمية والخبرة الطبية في القرارات القضائية. من خلال الحفاظ على إمكانية الوصول إلى هذا الدواء، أكدت المحكمة من جديد التزامها بالأحكام القائمة على الأدلة. يعد هذا القرار مهماً لأنه يؤثر على ملايين النساء في جميع أنحاء البلاد، فهو يضمن احتفاظهن بإمكانية الوصول إلى طريقة آمنة وفعالة للإجهاض، وهو أمر بالغ الأهمية لصحتهن واستقلاليتهن. كما يبعث الحكم برسالة حول موقف السلطة القضائية من الحقوق الإنجابية. ظلت حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة قضية خلافية لعقود. أدت قضية رو ضد وايد التاريخية في عام 1974 إلى تقنين الإجهاض على الصعيد الوطني. سمحت الأحكام اللاحقة للولايات بفرض قيود، أدى ذلك إلى خليط من القوانين في جميع أنحاء البلاد. خلق هذا التناقض تحديات كبيرة للنساء. يأتي حكم المحكمة العليا الأخير رداً على هذه الجهود المستمرة. كانت المرافعات القانونية في هذه القضية معقدة ومتعددة الأوجه. جادل المدعون بأن تقييد الوصول إلى الميفيبريستون سيقود صحة المرأة وينتهك حقوقها الدستورية، وأكدوا على سلامة الدواء وفعاليته بدعم من أبحاث علمية مكثفة. من ناحية أخرى، جادل الدفاع بأن الولايات يجب أن يكون لها الحق في تنظيم الإجهاض وحماية الحياة المحتملة، وزعموا أن عقار الميفيبريستون ينطوي على مخاطر صحية وأنه ينبغي تقييد استخدامه. ومع ذلك، لم تكن هذه الإدعاءات مدعومة من قبل غالبية الخبراء الطبيين. كان على المحكمة العليا أن تزن هذه الحجج بعناية. نظر القضاة في تأثير تقييد الوصول على صحة المرأة واستقلاليتها، كما قاموا بفحص الأدلة العلمية المقدمة من كلا الجانبين. في النهاية، حكمت المحكمة لصالح الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الدواء. استند هذا القرار إلى مبدأ أن القرارات الطبية يجب أن تستند إلى أدلة علمية وليس أيديولوجية سياسية. أعاد حكم المحكمة التأكيد على أهمية السياسة القائمة على الأدلة في حماية حقوق الأفراد والصحة العامة. قوبل قرار المحكمة العليا بمجموعة واسعة من ردود الفعل العامة. احتفل المدافعون عن الحقوق الإنجابية بالحكم باعتباره انتصاراً كبيراً، وأكدوا على أهمية الحفاظ على إمكانية الوصول إلى وسائل الإجهاض الآمنة والفعالة. ومع ذلك، أعرب معارضو الإجهاض عن خيبة أملهم وقلقهم. جادلوا بأن القرار يقود الجهود المبذولة لحماية حياة الجنين، ودعا البعض إلى بذل جهود متجددة لتمرير قوانين الولايات التي من شأنها أن تزيد من تقييد الوصول إلى الإجهاض. كما كان رد فعل عامة الناس مختلطاً. أدرك الكثير من الناس أهمية الحكم في صحة المرأة واستقلاليتها، ورآه آخرون على أنه قرار مثير للجدل يعمق الانقسام حول قضية الإجهاض. أثار الحكم مناقشات متجددة حول دور السلطة القضائية في تشكيل السياسة الاجتماعية. سلط الضوء على الصراع المستمر بين حقوق الأفراد ولوائح الدولة. كما أكد القرار على أهمية المشاركة العامة والدعوة في التأثير على النتائج القانونية. المبحث الخامس، التأثير على حقوق المرأة الصحية. يكون لقرار المحكمة العليا آثار كبيرة على حقوق المرأة الصحية. من خلال الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الميفيبريستون، كفلت المحكمة حصول النساء على طريقة آمنة وفعالة للإجهاض، وهذا أمر بالغ الأهمية لرفاههن الجسدي والعقلي. يستخدم الميفيبريستون مع دواء آخر
ميسوبروستول للحث على الإجهاض. هذه الطريقة أقل توغلاً من الإجهاض الجراحي، ويمكن إجراؤها في خصوصية منزل الشخص، وهو مهم بشكل خاص للنساء في المناطق الريفية أو اللاتي يعانين من محدودية الوصول إلى المرافق الصحية. كما أن للحكم آثار أوسع على الصحة الإنجابية، فهو يعزز مبدأ أن القرارات الطبية يجب أن تستند إلى أدلة علمية، وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان حصول النساء على أفضل رعاية ممكنة. ومع ذلك، يسلط القرار الضوء أيضاً على التحديات المستمرة في حماية الحقوق الإنجابية. بينما يحافظ الحكم على إمكانية الوصول إلى الميفيبريستون، فإنه لا يعالج القضية الأوسع المتمثلة في القيود التي تفرضها الولايات على الإجهاض. وهذا يؤكد على الحاجة إلى استمرار الدعوة والإجراءات القانونية لحماية حقوق المرأة الصحية. المبحث السادس: سياق أوسع لتاريخ المحكمة العليا مع حقوق الإجهاض. إن تاريخ المحكمة العليا مع حقوق الإجهاض طويل ومعقد. أرسى قرار رو ضد وايد التاريخي في عام 1772 الإطار القانوني لحقوق الإجهاض. استند هذا الحكم إلى الحق في الخصوصية، وكان الأساس للقرارات اللاحقة. ومع ذلك، لم تكن أحكام المحكمة متسقة دائماً. سمح قرار بيرنثود ضد كيسي في عام 1972 بمزيد من التنظيم من قبل الولايات للإجهاض. أدى هذا إلى خليط من القوانين في جميع أنحاء البلاد، وأدى إلى معارك قانونية مستمرة. شهدت السنوات الأخيرة جهوداً متجددة لتقييد حقوق الإجهاض. أقرت العديد من الولايات قوانين تهدف إلى الحد من الوصول إلى الإجهاض، بما في ذلك الإجهاض الدوائي. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة الطعون القانونية وزيادة الجدل العام. يتناسب قرار المحكمة العليا الأخير بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى الميفيبريستون مع هذا السياق الأوسع، وهو يسلط الضوء على الصراع المستمر بين مستويات الحكومة المختلفة ودور السلطة القضائية في التوسط في هذا الصراع. كما يؤكد الحكم على أهمية السياسة القائمة على الأدلة في حماية حقوق الأفراد. المبحث السابع: وجهات النظر عاطفية وسريرية. لا يمكن التقليل من الثقل العاطفي لقرار المحكمة العليا. بالنسبة للعديد من النساء، فإن الوصول إلى أدوية الإجهاض ليس مجرد قضية قانونية، بل قضية شخصية للغاية. إنه يؤثر على صحتهن واستقلاليتهن وقدرتهن على اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن. سريرياً، ثبت أن الميفيبريستون آمن وفعال. يتم استخدامه مع ميسوبروستول للحث على الإجهاض، وله نسبة نجاح عالية. الدواء أقل توغلاً من الإجهاض الجراحي، ويسمح للنساء بإجراء العملية في خصوصية منازلهن. بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يضمن القرار قدرتهم على الاستمرار في تقديم أفضل رعاية ممكنة. فهو يعزز مبدأ أن القرارات الطبية يجب أن تستند إلى أدلة علمية وليس أيديولوجية سياسية. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان حصول النساء على علاج آمن وفعال. ومع ذلك، يسلط القرار الضوء أيضاً على التحديات المستمرة في حماية الحقوق الإنجابية. بينما يحافظ على إمكانية الوصول إلى الميفيبريستون، فإنه لا يعالج القضية الأوسع المتمثلة في القيود التي تفرضها الولايات على الإجهاض. وهذا يؤكد على الحاجة إلى استمرار الدعوة والإجراءات القانونية لحماية حقوق المرأة الصحية. المبحث الثامن: الخاتمة. يعد قرار المحكمة العليا بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى أدوية الإجهاض حكماً مهماً، فهو يضمن احتفاظ النساء بإمكانية الوصول إلى طريقة آمنة وفعالة للإجهاض. كما يؤكد الحكم على أهمية السياسة القائمة على الأدلة في حماية الحقوق. ومع ذلك، يسلط القرار الضوء على التحديات المستمرة في حماية الحقوق الإنجابية. في الختام، يعد قرار المحكمة العليا خطوة حاسمة في حماية حقوق المرأة الصحية.